فأكيد الرطوبة أحد العوامل المؤثرة على الأداء البدني، يعني الرطوبة بتزيد أحمال الإجهاد أو بتسرع فكرة الإجهاد العضلي. لك أن تتخيل أن الرطوبة بتبطئ فكرة أنك تعرق، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة في الجسم بتكون أعلى، وتبطئ أن حضرتك تخلي أن التيشيرت بتاعك ينشف، وبالتالي تبقى أنت التيشيرتات بتاعتك محملة بالماء أكتر وأثقل عليك، لأن الرطوبة في الأصل هي نسب بخار الماء اللي في الهواء، وبالتالي بتلاقي التيشيرتات بتاعت اللعيبه المبلوله بتفضل مبلوله وتقيله عليهم. ارتفاع درجات الحراره في الجسم ممكن يكون اعلى من المعدلات واسرع من المعدلات الطبيعيه، وده بيؤدي الى سرعه الانهاك وسرعه الارهاق العضلي او البدني. الاجهزه الطبيه يا فندم بتتعامل مع مشاكل درجات الحراره المرتفعه والرطوبه المرتفعه بالسبلاي للعيبه او بالمكملات للعيبه والاهتمام بالسوائل. اللعيبه لازم تشرب كميات المياه المطلوبه لجسمها، نحترم وزن كل لعيبه وفقدانه للمياه اثناء التمرين او المباريات، الامداد اللعيبه بالمشروبات بتاعه الطاقه اللي بتحتوي على املاح ومعادن مهمه جدا للجسم بتفقد مع نسب السكر، بعض العناصر المهمه جدا زي البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم، والحاجات دي بتتحكم في الانقباضات العضليه اللي ممكن تؤدي الى شد عضلي لو نقصت بسبب الجفاف اللي بيحصل بسبب انك فقدت ميه كتير ومش بتعوضها. الناس اللي اعتادت على اداء الافارقه الاصليين المعتادين على الاداء في هذا الجو ليهم افضليه في الاداء على الناس اللي بتيجي من بره وتفاجئ بالجو ده. وعشان كده نحتاج نظريات التاقلم، انك توصل قبل السفر بفتره لا تقل عن 5 الى 7 ايام. بالنسبه لنسب الرطوبه المرجوه احنا بنتكلم في المتوسطات من 30 ل 50.